السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. متباركين اخواني اخواتي بهذا اليوم، اليوم العظيم، يوم ولادة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والذي سيملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نستعرض شيء مختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ونسأل سؤال، هل ولد الإمام المهدي عليه السلام أو لم يولد؟ الإجابة لن تكون من شخص شيعي، بل ستكون من شخص سني. وكلمة سني خلوا لي عليها 20 خط، كلمة سني خلوا لي عليها 20 خط، لأن نحن والسنة من قبال هذا الشيخ الشريف حقيقة يتكلم بخصوص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه والقضية المهدوية، ويتكلم بكلام خطير يهدم ما يتبنى أو ما يقوم به الوهابية من تنظير على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لم يولد. طبعا بالمناسبة، الشخص الذي يشكل على عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والله وبالله وتالله، هذا الشخص كالذي يقول ان الله عز وجل عاجز. فالشيعة يقول ان عمر الامام المهدي عليه السلام امد الله في عمره، فعمر الامام هو باذن الله، فهل يكون الله عاجز على ان يمد الله في عمر شخص من الاشخاص؟ لا نقول ان الامام المهدي، ولا نقول انه ولي من اولياء الله. هل يستطيع الله ان يمد في عمره الى ما لا نهاية، الى يوم القيامة؟ ابليس يا وهابي، ابليس من المنظرين، بل نقول ان الشخص العادي يستطيع ان الله عز وجل ان يمد في عمره الى ما لا نهايه، الى يوم القيامه، يستطيع او لا يستطيع. فاذا قلتم يستطيع، فلماذا تنكروا على الشيعه ما يقولون في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ وعندنا قرائن جدا كثيره بهذا الخصوص. يناقش هذا الشيخ الاسهري، مثل ما قلت، شيخ سني ليس بشيعي، يناقش ويقول تصريح في غايه الخطوره يهدم ما يأتي به الوهابية من إشكالات حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يقول ما هو نصا، بعد مقدمة في غاية الجمال سنسمعها إن شاء الله، يقول كلمة في غاية الأهمية، وهي كثير من علماء أهل السنة من المحققين يتفقون مع إجماع الشيعة على أنه الولد التاسع من ولد الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أي المولود. يعني هذا الشيخ السني، وباللسان الشيخ السني يقول أهل السنة والجماعة ومن المحققين أو كثير من المحققين كما قالها نصا يتفقون مع الإمام المهدي أو مع الشيعة بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه من ولد الإمام الحسين عليه السلام، وأنه مولود. نستمع إلى هذه الكلمة الرائعة من هذا الشيخ، بعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيب العام الشامل، فخليكم الفيديو. مولانا منتشرة تقول مهدي السنة ومهدي الشيعة، يعني هذا خطأ. نعم. خطأ إعلامي. نعم. خطأ إعلامي. خطأ عند القائل. خطأ مقصود، لأن أعداء الإسلام وراء هذه التفرقة. نعم. إنما هو المهدي واحد. نعم. فقط قد يختلفون في التفصيل. نعم. فالمهدي عند الشيعة هو الابن التاسع أو الولد التاسع أو الإمام التاسع من ولد مولانا الإمام الحسين. فهو محمد ابن مولانا الإمام الحسن العسكري، ابن مولانا علي الهادي، ابن مولانا محمد الجواد، ابن مولانا علي الرضا، ابن مولانا الإمام موسى الكاظم، ابن مولانا جعفر الصادق، ابن مولانا محمد الباقر، ابن مولانا علي زين العابدين، ابن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين، ابن علي ابن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق رسول الله. هذه هي السلسلة النسبية للإمام المهدي عند الشيعة، وجاءت عندهم بيقين التواتر في الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يشاركهم في هذه الأحاديث كثير، أقول كثير وليس إجماع، كثير من علماء السنة، مثل السيوطي، مثل العماد الحنبلي في شذرات الذهب،
مثل الصواعق المحرقة لابن حجر، ولابن حجر تآليف كثيرة حول الإمام المهدي، القول المختصر في علامات الإمام المهدي المنتظر، مؤلف مستقل لابن حجر الهيتمي عن الإمام محمد ابن مولانا الإمام العسكري المهدي المنتظر. وكذلك الإمام السيوطي له تآليف كذلك مستقلة عن الإمام المهدي المنتظر، ويقول أن الإمام العسكري قد ولد له الإمام محمد وهو الإمام الثاني عشر عند علماء الإمامية من الشيعة. كثير من المحققين من أهل السنة يتفق مع إجماع الشيعة على أنه الولد التاسع من أبناء مولانا الإمام الحسين، وبعض أهل السنة يرون أنه في شخصه التفصيل بقى، صحيح في إمام مهدي منتظر وفي إمام قائم يقوم بالأمر وبالخلافة المهدية، الخلافة على الأمة الإسلامية، وتجتمع حوله جميع الأمم وينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. هذا كلام أساسي متفق عليه عند الطرفين. الاختلاف في الاسم، أنه يسمى أحمد عند بعض أهل السنة، وهو من سلالة الإمام الحسن المجتبى ابن سيدنا الإمام علي، يعني برضو ما خرجوش خارج البيت العترة المحمدية، إنما هو أيضا من البيت النبوي. التفصيل هذا لا يضر في أساس العقيدة، التفصيل في الاسم لا يضر في، حتى أنني قرأت حديثا مرويا عن أئمة الحفاظ من الشيعة بأن يعني نلقب الإمام بأنه الإمام القائم المنتظر ولا نسميه، مش احنا اللي نسميه، لا نقول أحمد محمد علي، مش احنا اللي نسميه، انما بالصفة التي وردت لنا عن سيد الخلق رسول الله، حيث قال في احاديث عند اهل السنة من الصحاح، قال يا فاطمة ابشرك بان المهدي منك. ده كلام سيدنا النبي في اقصى الاحاديث، ومروي كذلك في مجمع الزوائد في الجزء السابع، مروي عن سيدنا الامام علي بن ابي طالب، قال علي يا رسول الله أمنا المهدي أم من غيرنا؟ قال يا علي بل منا، بنا يختم الله كما بدأ بنا، وبنا يستنقذون من الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم. السؤال، المهدي عند أهل عند علماء السنة مولانا كما قرأنا يعني هو شخص هيولد في آخر الزمان، يعني اللي هو ليس السيد محمد ابن السيد الحسن العسكري، هو سيولد في آخر الزمان، يعني هو يعتبر اختلاف واضح تماما في الرؤيتين في النقطة دي، ويتكلم بذلك كثير من أهل السنة، يعني توضح برضو هذا الأمر. يعني حضرتك اولا هذا الفهم منقول من غير روايات، وفهم اجتهادي، هو فهم اجتهادي الملقى في الاساس ان الامام العسكري لم يولد له ده من اعداء الاسلام. لماذا؟ السلطة العباسية كانت تنتظر الامام الثاني عشر كما سمعت الحديث عن سيد الخلق رسول الله، فكانوا يرقبون بيت الإمام الحسن العسكري، أي أمة أي امرأة أي زوجة كانوا يراقبون عليها، وبجواسيس موجودين داخل البيت الحسني عند الإمام الحسن العسكري، أي امرأة تحمل أي أمة تحمل تبلغ بها السلطات العباسية، لأن هذا هو أمل المسلمين جميعا وأمل البيت المحمدي في الإمام الثاني عشر. فكان حمل السيدة نرجس أم مولانا الإمام المهدي المنتظر حملا كحمل أم موسى بموسى لما كان فرعون يتتبع بيوت بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا نستكثر على البيت المحمدي معجزة أو كرامة ككرامة أم موسى، ولماذا نستكثر على البيت المحمدي كرامة أو معجزة كمعجزة أهل الكهف
الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لماذا لا نعترف بأنه ولد له وأنه من المعمرين وأنه من المنظرين؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لإبليس، قال إنك من المنظرين، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ويكون هذا من المنظرين، والخضر من المنظرين، وإلياس من المنظرين. وإحنا نستكثر على قدرة الله أن يكون الإمام المهدي من المنظرين. هو إيه الغرابة اللي عند أهل السنة اللي بيقولوا بهذا الكلام حضرتك؟ النقطة دي مش قضيتنا مولانا، إحنا بنتكلم في جزئية إيه؟ إحنا متفقين جميعا، إحنا يقولون إحنا لم يولد بعد. إحنا هدفنا توحيد الكلمة. نعم. على قضية لا خلاف إن فيه الإمام المهدي سيأتي في آخر الزمان، دي قضية لا خلاف عليها. هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون هذا مستقبل. إن ظهر بالصورة التي قالها الإخوة الشيعة فهم كانوا على صواب، إن ظهر بالصورة التي قالها الإخوة السنة فهم على صواب، لكن الهدف أن نعمل الآن أمام العدو المشترك ونوحد جهودنا بدل من أن نختلف حول قضية مستقبلية. ده الهدف يعني اللي أنا عايز أوصله لحضرتك يعني. حاضر. هو سعادتك ماذا يضر في قدرة الله أن يكون قد ولد وغيب كغيبة عيسى؟ احنا مش بنقيم الحجة على أمر. ما هو حضرتك نتوحد على أمر واقع ننكره؟ يعني نتوحد على أمر واقع ننكره؟ ما هو أنا إذا قلت إن هو لم يولد بعد وسيأتي في آخر الزمان هيختلف معايا ناس، وإذا قلت إن هو ولد ومن المنظرين سيختلف معي ناس. أنا مش هدف إن أنا أختلف مع الناس، أنا عايز ننظر إلى القضية، الجوامع المشتركة في القضية إيه حتى نعمل عليها. الجوامع المشتركة في القضية أن نؤهل أنفسنا استعدادا لنكون من أجناده ومن أتباعه. أحسنت. أن نغسل أرض أنفسنا. نعم. استقبالا لغيث الله ومدد الله. نعم. فإذا نزل الغيث ونزل رزق الله نبت الإيمان نباتا حسنا. نعم. لا نباتا مكدرا. نعم. ده المطلوب مننا الآن. نعم. غسيل الأنفس. الطهارة الدائمة يا أستاذ عبد الحليم. نعم. اليقظة الدائمة يا أستاذ عبد الحليم. نعم. حتى لا يفرقنا أعداء الدين. نعم. من جنود الدجال وجنود الإبليس. نعم. لعنهم الله. نعم. حتى لا يفرقنا الناس حول أشياء لا تؤثر في النتيجة. نعم. يعني نحن إذا تفرقنا لا تؤثر في النتيجة، هذه التفرقة لا تؤثر في النتيجة. ونعمل منها تعصبات ونعمل منها طوائف ونعملها. حياكم الله من جديد في غاية الأهمية هذه الكلمة، والحمد لله توفقت وإن شاء الله أوفق. أنا حاليا في مرحلة التصوير، ووفق أنه تنزل هذه الحلقة في مساء ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يوم 15 شعبان، هذا اليوم المبارك. يقول كلمة في غاية الخطورة حقيقة، وأعيد وأكرر، تهدم ما يأتي به الوهابية من إشكالات حول القضية المهدوية، وهي هذا خطأ. كلمة هذا الشيخ السني يقول هذا خطأ مقصود، يعني من أعداء الإسلام. يعني أنتم يا وهابية يا سلفية، أنتم وبلسان شخص سني، أنتم أعداء للإسلام، أنتم أعداء للأمة الإسلامية لما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ومن جملة ما استدل به هذا الشيخ السني الأزهري الشريف حقيقة، وهو كلام في غاية الأهمية، يقول لماذا لا تعتبرون أن ما يحدث مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو معجزة من معاجز الله عز وجل؟ لماذا تنكروا على الشيعة أو تنكروا ولادة الإمام المهدي، أو كيف يكون عمره بهذا الطول ومن هذه الإشكالات السخيفة التي دائما إذا تكلم بها الوهابي ينسب العجز والعياذ بالله إلى الله عز وجل؟ فنقول ونكرر إن الولادة، ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ليست بشيء يعني غير قادر عليه الله عز وجل. وهل يوجد شيء الله عز وجل غير قادر عليه؟ لذلك نترك السؤال للشخص المنصف، نسأل سؤال: الله عز وجل يستطيع أن يمد الله في عمر أو يمد في عمر شخص إلى ما لا نهاية، إلى عمر مديد، إلى عمر جدا جدا كبير أو لا؟ وهل عندنا قرائن تاريخية وقرائن حدثنا عنها القرآن الكريم أو لا؟ نترك الحكم للشخص المنصف. هذا هو فيديو اليوم، وهذا هو ملخص اليوم، ونكرر مباركين يا شيعة أمير المؤمنين
بولادة الإمام المخلص عجل الله تعالى فرجه. بذلك نصل إلى ختام الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.